صباح الخير مشاهدين S24، كيفكم وكيف أحوالكم؟ معكم ولاء خليل، فاشن ديزاينر، كنت معكم في الحلقات الفاتت وهسه معكم في حلقة جديدة حنتكلم فيها عن التوب السوداني، تصميم التوب السوداني، وححاول أحكي لكم وجهة نظري أنا كيف التوب السوداني، كيف أنا بحاول إنه أنا أدخل فيه حاجات جديدة، وفكرة التوب بالنسبة لي. فكرة التوب بالنسبة لي عموما، التوب هو مكمل للمرأة لما تلبسه، يعني الفكرة ما كلها في التوب، زي ما في ناس كتير ممكن تكون محتقدة انه انت لازم تكوني لابسة التوب، التوب لازم يكون مشغول كامل على اساس انه هو يظهرك. ابدا، المعلومة الصح انه انت اللي بتظهر التوب، طريقة لبسك، طريقة اختيارك للالوان، وطريقة انتقائك للتوب ذاته هو اللي بيظهر الحاجات. طيب، حنجي للفكرة بتاعت التصميم بتاعي انا، ليه انا اخترت انه انا ادخل في اللاين بتاع التياب. بعد ما انا دخلت في الـ في الـ في الـ في المجال بتاع الاكسسوارات، حسيت انه الاكسسوارات بقت عايزه حاجه تكملها. حسيت انه انا عندي نظره مختلفه شويه في الحته بتاعت التياب. انا بالنسبه لي التوب ما مفروض انه في موضه معينه تكون نازله، مفروض كل الناس تلبس نفس الموضه. يعني في خامه معينه تنزل، مفروض كل الناس تلبس نفس الخامه، لا، لازم تعرف الحاجة اللي بتنفع معاك، اللي بتنفع مع لونك، اللي بتنفع مع بشرتك، واللي بتنفع كمان مع طولك، وحتى مع وزنك، مع شكل الجسم بتاعك، على أساس أنه في النهاية الصورة تظهر كاملة، يعني تظهر بالحاجة اللي أنت بتتمنيها، الحاجة اللي أنت عايزاها. طيب، أنا لما نجي في التصميم بتاع التياب، أول حاجة أنا بشتغل بالطلب، يعني أنا ما بشتغل كمية من التياب وباخدها، لا، أنا بحاول إنه أشتغل عدد قطع معينة تكون مميزة، بشتغل لفترة محدودة، وبعد ذلك بنزل عدد قطع جديدة، بحاول أدخل مواد جديدة في الشغل. حاولت إنه أنا أشتغل بالجليد، حاولت إنه أنا أشتغل بالقزاز والمراية، حاولت إنه أنا أشتغل بخامات تاني، حاولت إنه أدخل حاجات جديدة أحس إنها ممكن تكون حلوة وممكن تضيف لمسة أو فكرة جديدة للتوب. طيب، بالنسبة للتوب، أنا وجهة نظري أنا ما بحب التوب اللي بيكون مليان، والتوب اللي بيكون أوفر، يعني اللي هو نحن عندنا المرأة السودانية التفاصيل بتاعت الجماليات كثيرة. يعني لما تكوني ماشية مناسبة، أنا متأكدة إنك أنت حتكوني عايزة تمشي تعملي شعرك، لو ما عايزة تعملي شعرك عايزة تعملي حنة، أو عايزة تعملي ميك اب، أو عايزة تلبسي كعب عالي، أو عايزة تلبسي، بالإضافة حتجي تديها كمان التوب. كل ما التفاصيل كانت بسيطة، كل ما التفاصيل ظهرت بصورة أجمل. أنا بالنسبة لي كل ما التوب كان بسيط والشغل كان مركز في حتة محددة، بيوصل الفكرة أحسن. لما تديه إكسسوار بيشبه نفس التوب، وتديه صندل بيشبه نفس الفكرة، مع التفاصيل الصغيرة دي ممكن يظهر بصورة أجمل من ما تكوني مشتري لك توب بقروش كثيرة وبقروش غالية، وفي النهاية ما يكون بيضيف بالنسبة لك حاجة. يعني طيب، انا التياب بتاعتي بتعتمد على الاكسسوارات اكتر، انه انا بعمل الاكسسوار بالطلب، بعمل التوب بالطلب، بعمل التوب وبعمل له اكسسوار يكون بيشبهه، على اساس انهم الاثنين يكملوا بعض. بشتغل على خامات كثيرة، بشتغل على خامات مختلفة، بس في النهاية بالنسبة لي جودة الخامة هي اللي بتلعب دور في الاختيار، بالاضافة للالوان. الزبون لما تجيني بحاول انه انا اقرا حاجات معينة في شخصيتها، هي بتحب شنو، هي طريقة لبسها، طريقة انتقائها للألوان كيف، وبديها رأيي. في ناس بتحس انهم هم بيميلوا لألوان معينة بيحسوا انها بتنفع معاهم، في ناس بيكونوا فاهمين الحاجة دي، وفي ناس بيكونوا لا ما فاهمينها. الحاجة اللي نحن ما فاهمينها انه نحن مفروض عشان نحن نختار ألوان معينة نقعد في حتة فيها إضاءة كويسة جدا بالنهار، ونخد علينا قماش او نخد علينا طقم يكون لونه مايل على سيلفر او على فضي، وحاجة تانية مايلة على ذهبي. نشوف الأندرتون بتاعت البشرة بتاعتنا، من العروق بتاعتنا، هل بتميل درجات الأخضر ولا درجات اللي هو اللون الغامق على أزرق أو بنفسجي. في ألوان دافية وفي ألوان باردة. إذا أنت حسيتي أنه اللون الفضي ماشي عليك أكتر، معناه أن أنت مفروض تختاري الألوان الباردة، درجات الكحلي، الرويال، البنفسجي، البلو. إذا أنت حسيتي أنه لا، لونك أدى على يعني مال مع الذهبي، يتماشى مع الذهبي أكتر، معناه في الحالة دي حنمشي على درجات بتاعت الأصفر والبرتقالي والوردي وهكذا. في فهم كثير بيقولك لا، إنه أنا سمرة، طيب اللون الأصفر ما حيمشي معايا، أو اللون البرتقالي
حيكون فاجئ او معلومه ما حيمشي. لا لا، المعلومه دي غلط. انا بحاول انه انا اوصل لكذا زول. بالعكس، ممكن الدرجات بتحت الالوان دي تكون فيكي احلى مما تكون في زول تاني لونه افتح. طيب نجي للفكره بتحت الاختيار بتاع الدرجات تحت الالوان والفكره بتحت التصميم. بكون حريصه جدا انه زبون اللي حتعمل التوب ده تظهر مميزه، بغض النظر عن المميزه دي هي حتكون لابسه شنو ولا المناسبه شنو. لازم اقعد اعرف المناسبه الزول اللي بيقرب ليكي شنو، طبيعه الجسم بتاعك. في ناس ممكن يكونوا شويه في الطول اكثر، لازم اشتغل لهم تصميم بحيث انه شنو الحاجات كلها في التصميم تكون التصاميم تكون طوليه. في ناس لا بتحس انه طوال، وفي ناس بتحس انه مليانين، وفي ناس بتحس انه نحيفين. لازم الزول اللي قاعده قدامي دي انا افهم بالضبط هي شنو وطبيعتها شنو والحاجه اللي بتنفع معاها. يعني مش الفكره انه لا طلعت موضه انا امشي اروح اشتري الموضه زي الزول اللي لابسها. ممكن يقطع فيكي بطريقة وممكن يطلع فيها طريقة مختلفة تماما. فدي الفكرة ما بين انك انت تمشي تشتري حاجة من سوق او تشتري حاجة او يختار لك زول، والفكرة بين انك انت تمشي لمصممة وتكون عارفة بالضبط هي الحاجة اللي بتنفع معاك وتقدر تساعدك فيها. انا كنت معاكم ولاء خليل، صفحتي على فيسبوك اسمها M&W Accessories Designers. لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر، عايزين تشوفوا تصاميم اكتر، وحنزل لكم صوره تصاميم بتاعتي. وشكرا جزيلا.